سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، والمعراج هو عروجه من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع حتى سدرة المنتهى. ده الإسراء والمعراج ببساطة. النهاردة المغرب، من المغرب حتى الفجر بتبدأ ليلة الإسراء والمعراج. هذه ليلة مباركة مستحب فيها بطبيعة الحال الإكثار من العبادات، من الطاعات، من الذكر، من الاستغفار، وأيضا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. بمناسبة ذكرى هذه الليلة المباركة والمعجزة الربانية، معنا النهاردة المنشد الديني زياد عادل، واللي يقدم لنا مجموعة إنشادية احتفالا بليلة الإسراء والمعراج. كل سنة وحضراتكم بألف خير. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. خلينا في البداية نعرف منك إزاي بدأت طريقك في الإنشاد الديني. أولا بشكر حضراتكم على الاستضافة الجميلة دي، وكل عام وحضراتكم بخير، وربنا يعيد علينا هذه الذكرى وعلى بلادنا مصر الحبيبة في خير وسلام وأمان. والله كانت البداية عن طريق الاستماع لإذاعة القرآن الكريم. تأثرت جدا بالمبتهلين، وخصوصا الجيل القديم، الجيل الذهبي منهم. بعدين الالتحاق بالأزهر الشريف كان ليه دور كبير جدا في تكوين شخصيتنا وثقافتنا الإنشادية والابتهالية. كمان شاركت في مسابقات من خلال الأزهر الشريف، وإتاحة الفرصة لينا من خلال الأزهر أسهمت بشكل كبير جدا جدا في تكوين شخصيتنا الإنشادية. بتحب تنشد لمين؟ مين أبرز المنشدين المصريين اللي شايف إن هو يعني الأيقونة في هذا المجال؟ والله مش بيستهويني الصوت قوي قوي قوي، على قد ما بتستهويني الروح والكلمات. فالواحد لازم يتخير الكلمات بتاعته بشكل كويس علشان يقدر ينشدها بشكل كويس، علشان يقدر يوصل المعنى المقصود منها للمستمع بشكل لطيف. طيب خلينا في البداية نسمع منك ابتهال أو أي مقطع أنت تحب تقوله لنا. ممكن نسمع حاجة عن الإسراء والمعراج، قصيدة صلي يا ربي وسلم لي على المختار طه للشيخ أحمد أبو الحسن. صلي يا ربي وسلم لي على المختار طه، من له كنت تكلم ليلة الإسراء شفاها. قال من بالباب؟ قال إنني وحي الرسالة، إن ربك ذو الجلال طالبك يا مجتباه. جاء جبريل الأمين لإمام المرسلين، إن رب العالمين طالبك فخرق سما. صلي يا ربي وسلم لي على المختار طه، من له كنت تكلم ليلة الإسراء شفاها. ليلة الإسراء كانت في رجب بالخير دانت، والطباق السبع زالت كي يشرفها مناها. فلك الخلاق طالب قد أعد لك المطالب، صنفت خير المشارب فاغتنم يا مصطفى. صلي يا ربي وسلم لي على المختار طه، من له كنت تكلم ليلة الإسراء شفاها.
عند بيت القدس قام خلفه الرسل الكرام حيث صلى بهم إماما منحة الرب حباها للصلاة قد تقدم والد الزهر المعظم بعد أن صلى وسلم عارجا ناشر هداه صل يا ربي وسلم لي على المختار طه من له كنت تكلم ليلة الإسراء شفاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ زياد، أحسن الله إليكم. قل لي بالتأكيد في فروقات ما بين مدارس الإنشاد، يعني المدرسة المصرية لها ملامح، في مدرسة في الخليج، في مدرسة في المغرب العربي، في مدرسة طبعا معروفة وعريقة في الشام، أهم الفروقات ما بين مدارس الإنشاد الديني عاملة إزاي؟ والله وكل مدرسة وليها مشرب وليها لون خاص بيها بيتميز بيها، اللون ده بيبقى نتاج ثقافة البلد وثقافة القطر ده بشكل عمومي. فتلاقي مثلا اللون المصري بيعتمد على القوة وعلى الرصانة وجودة اختيار الكلمات، تلاقي مثلا في البيئة الحجازية بيئة الصحراء تلاقيهم مثلا بيعتمدوا على السلم الحجازي، تلاقي في المغرب العربي بيئة برضو بدو شديدة قاسية بيعتمدوا فيها، والسودان بيعتمدوا على السلم العجم السلم الخماسي. فكل لون بيبقى الشام. نتاج الشام برضو بيبقى ليه اللون الشامي الخاص بيه اللي بيميزه عن باقي الأقطار. يعني وحضرتك بتسمع كده المبتهل أو المنشد، علشان تختبر قوة سمع حضرتك تعرف المنشد ده منين؟ من خلال طريقة الإوالة بتاعته، تعرف تميز المنشد الشامي عن المنشد الحجازي عن المنشد المصري عن المغربي عن السوداني. كل واحد فيهم ليه لون خاص بيتميز بيه من خلال اختيار الكلمات، بيبقى عندهم رموز وقامات في الشعراء، من خلال الألحان، من خلال اللون العام بالشكل العام بتاع الإنشاد، من خلاله بتقدر تميز المنشد نفسه بتاع بلده. طيب يمكن يعني انت ذكرت من شوية قامات كبيرة جدا في الإنشاد دي والابتهالات من المبتهلين طبعا، لو هتقول لنا تختار حد دلوقتي الأقرب لقلبك وتنشد لنا بعض من أعماله، أي عمل من أعماله؟ والله أنا بحب كتير زي ما قلت لحضرتك المدرسة القديمة، مرورا طبعا زي ما قلنا بالشيخ علي محمود والشيخ طه الفاشني والشيخ كانوس في بهتيمي، وصولا للمبتهلين المعاصرين. امبارح سمعت لحن جميل جدا للقصيدة المقبولة لسيدنا الشيخ صالح الجعفري، سمعته بصوت مولانا الشيخ طه الاسكندراني، ده من المبتهلين المعاصرين، ابن طبعا مولانا المبتهل الكبير ابراهيم الاسكندراني. والشيخ طه بصراحة ليه فضل كبير علينا جدا جدا، انا بحب اوجه له الشكر من خلال البرنامج، وحابب ان انا انشد له القصيدة المقبولة. تفضل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حبه عين الكمال جاهه عال وغالي، صحبه خير الرجال بايع الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وجهه يا ناس نائر سيدي
مولى البشائر وجهه يا ناس نائر سيدي مولى البشائر ذخرنا نور البصائر ذخرنا نور البصائر اسمه الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة الهادي نبينا تسعد القلب الحزين روضة الهادي نبينا تسعد القلب الحزين أبشروا يا زائرين أبشروا يا زائرين بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نادت الهادي غزالة تشتكي تبدي مقالة نادت الهادي غزالة تشتكي تبدي مقالة يا إماما للرسالة يا إماما للرسالة كن ضاميني يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يسر وسهل زورة المختار عجل ربنا يسر وسهل زورة المختار عجل دمع من يهواه ينزل من غرام في محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. أحسنت مرة أخرى يا شيخ زياد. أحسن الله إليكم يا أستاذنا. قل لي بقى، هناك عدد من المقامات الموسيقية اللي بيتم دراستها في إطار الإنشاد الديني، أنتوا كمنشدين بتتعلموها إزاي وتتدربوا عليها إزاي عشان توصل لهذا التناغم ما بين الطبقات؟ انت عليت وطيت، نزلت ورجعت، شفنا ويف كده يعني. احنا عندنا المقامات الموسيقية بتنقسم لمقامات أساسية ومقامات فرعية. عندنا في المدرسة عموما يعني بنقسم المقامات الأساسية لثمان مقامات أساسية بيتفرع عنها مقامات فرعية كتير. فالمقامات الأساسية الثمانية عندك راست، نهواند، بياتي، صبا، عجم، سيكا، حجاز، وكرد. فالثمان مقامات الأساسية بيتفرع عنهم مقامات فرعية كتير جدا. هتلاقيهم برضو مثلا لون البياتي في مصر بيختلف عن لون البياتي في الحجاز، بيختلف عن البياتي العراقي، بيختلف عن البياتي المغربي. زي ما قلنا سابقا ان اللون بيختلف باختلاف الدول والاماكن والاقطار. عايزين نفهم ليهم. وبالمثال يتضح الشرح عشان بس المشاهد يبقى فاهم ما هي كل مقام من دول. مثلا ناخد مثال على مقامين، مثلا النهواند، مثلا النهواند، مثلا البياتي. اتفضل. النهواند مثلا لو قلنا سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من
من الظلم. مقام فرح نهواً. عندنا مثلاً البياتي. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. كل لون من ألوان المقامات وكل مقام بيستخدم في ظرف معين. بتقدر انت بقى من خلال ثقافتك توظفه في المكان المناسب ليه. اتعلمنا الكلام ده في مضيفة وساحد سيدنا الشيخ سعيد عمران الدح لمؤسسها مولانا الشيخ سعيد والقائم عليها مولانا الشيخ أحمد سعيد. عندنا هناك مجلس أسبوعي، المجلس الأسبوعي ده بيخليك كل مرة جاي حافظ حاجة جديدة علشان تقدم نوع جديد، علشان تقول حاجة جديدة للناس، ما تبقاش متحجم في شكل معين، ما تبقاش متحجم في ثقافة معينة. فأنا عارف جاي النهاردة أقعد مع الأستاذ والأستاذة، عارف أنا هقول إيه علشان مناسبة الإسراء والمعراج. إن شاء الله تيجي مناسبة الهجرة وأجي لكم تاني هنقول حاجات تانية علشان تناسب الهجرة. جينا للحج هنقول حاجات تناسب الحج. فبالتالي بتوظف المقامات وتوظف الكلام، توظف كل الكلام ده في الإطار العام وفي المناسبة العامة علشان يتوافق مع الذوق العام. طيب بالنسبة لكلمات الإنشاد الديني والابتهالات، يمكن في أعمال قديمة عايشة معنا لحد النهاردة حتى الأجيال الجديدة عارفاها وحفظاها، هل تعتقد أنه الكلمات الإنشاد الديني أو الابتهال المعاصر بنفس قوة الابتهالات القديمة؟ بالتأكيد كل زمان ومكان لا يخلو من مخلصين مداحين محبين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من ناحية التأصيل العلمي للموضوع نلاقي من عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الإنشاد كان داخل في كافة جوانب الحياة. تلاقيهم مثلا في بناء المسجد النبوي بينشدوا نحن لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا. تلاقيهم بعد طلع البدر علينا وطلع البدر علينا اللي قبله بيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل المدينة. وبعد عمرة القضاء نلاقي سيدنا عبد الله بن رواحة بيقول إيه؟ خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، اللهم إني مؤمن بقيله، إني رأيت الخير في قبوله. سيدنا عمر رضي الله عنه بينهاء يقول له شعر بلباس الحرم بين يدي رسول الله على أبواب الحرم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه يقول له إيه؟ دعه يا عمر فإن لكلامه عليهم وقع أشد من قرع النعال. خلينا ننتهز الفرصة إن للأسف إحنا وقتنا قرب ينتهي ونسمع من حضرتك يعني أي شيء تحب تقوله لنا أو تنشد بيه حاجة من التراث بقى اللي أنت قلت عليه. من التراث أشهر قصيدة على مر العصور ربنا كتب لها الانتشار والقبول كانت قصيدة البردة لمولانا الإمام البصيري، والمناسبة إحنا عاملين لها مجلس أسبوعي بننشدها فيه. من ضمن قصيدة البردة اللي هي بتتألف من 163 بيت فصل في الإسراء والمعراج ممكن نقوله. تفضل. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرام ليلا إلى حرامي كما سار البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا
من العنايات ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرام الرسل كنا أكرام الأمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أنت مرة ثالثة شيخ زياد، ويظل الإنشاد الديني يعني نموذج متفرد بيمتزج فيه حاجات كتير جدا، فن المقامات الموسيقية، رسائل دينية بتبرز في هذا الأمر، تراث بيمتد عبر يعني قرون طويلة جدا في حاجات كتبت لشعراء عبر العصور المختلفة ما زالت حتى الآن بتنشد. النهاردة اتكلمنا على الإسراء والمعراج، وكان معانا المنشد الديني زياد عادل، يعني ألقى بصوته الجميل العذب عدد من القصائد الجميلة اللي يعني زادتنا ابتهاجا في هذه الليلة المباركة. شكرا لك يا شيخ زياد، شرفت بحضرتك يا فندم.